السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ يا رب تكونوا بخير. تجربتنا اليوم هي شلون نسوي ترافيك لايت مثل الشوارع. مادة الريال تايم سيستم، أنظمة الزمن الحقيقي. بالتجارب السابقة، طبعا باستخدام برنامج الأردوينو، بالتجارب السابقة تعلمنا بالبداية نجي على الفويد سيت اب، اللي هو شنو؟ انه هذا راح اعرف المخرجات اللي عندي. كل مرة كنا نعرف بالمخرجات، كنا نرمز. مرة علمتكم بالأرقام، مرة علمتكم بالأحرف، مرة علمتكم نسوي تعريف انتجر ونكتب مثلا الأصفر والأخضر والأحمر، كل واحد نعطيه رقم. اليوم راح أستخدم الأرقام. فبرنامج الأردوينو أجي شو أقول؟ البن مود، عرفنا إنه بالسيت أب لازم أكتب البن مود على كل الخانات اللي اريد اشتغل عليها، على كل الاوتبوت اللي راح استخدمها بمن بالبورت الاونو اللي نربط عليه الدائرة مالتنا. فاجي شو اقول؟ اقول الاثنين والثلاثة والاربعة هاي راح تمثل لي الشارع الاول، اعطيتهم اوتبوت. الخمسة والستة والسبعة راح تمثل لي الشارع الثاني، شو اعطيتهم؟ اعطيتهم اوتبوت. اللي بعده الثمانية والتسعة والعشرة ايضا اعطيتهم اوتبوت. هنا شنو؟ الاثنين راح تكون الاحمر، والثلاثة راح تكون الاصفر، والاربعة راح تكون الاخضر. وبالتالي الشارع الثاني نفس الشيء، احمر الخمسة، ستة اصفر، سبعة اخضر، والشارع الثالث بالمثل. اجي شلون اعرف وشلون ابدي اشتغل ابرمج؟ قلنا البرمجة نكتبها وين؟ بالفويد لوب. عندي اكتب لما اريد اشغل شارع، كنا اريد اطفي، نستخدم يا كلمه هاي ولو. اليوم غيرتها، راح نستخدم الواحد والصفر. ايش عندي هنا؟ عندي ديجيتال رايت. بالبدايه انا ايش اريد اسوي؟ اريد اسوي انه الشارع الاول اخليه هو المشتغل واطفي البقيه. فايش قلت له؟ قلت له الاربعه خليها مشتغله، والخمسه والثمانيه. الاربعه هي الاخضر بالترافيك الاول، الاربعة هي الاخضر هايها بالترافيك الاول، والخمسة والثمانية هي الاحمر بالشارعين المتبقين. فصار عندي راح يشتغل عندي بالبداية اخضر بالشارع الاول، والشارع البقية راح يوقفون هاي العمل. اما بقية الاشارات فش راح اسويها؟ راح اقولها لو، او اسويها زيرو، حتى شنو؟ الكل تطفى، تبقى بس ذولي مشتغلات. اجي اعطي فاصل زمني واسوي لها ديلي لهاي العمليه ل10000. قلنا ال10000 هي شنو؟ هي 10 ثواني بالاصل. ال10000 هي 10 ثواني. اجي الخطوه اللي بعدها ايش اسوي؟ اقول ديجيتال رايت سوي لي السته مشتغل والخمسه طافي. السته منو؟ الستة هو الأصفر اللي هي عملية التهيئة بين إشارة من تنتقل إشارة لإشارة ثانية، والخمسة اللي هي من هي؟ الخمسة هو الأحمر اللي كان مشتغل بالشارع الثاني. فهسه طفي لي شغل الأصفر حتى شنو؟ إنه يكون مستعد للانطلاق. أجي بعدها إيش أقول؟ أقول الاثنين والثمانية، الاثنين هي الأحمر من الشارع الأول، والثمانية هي الأحمر من الشارع الأخير، والسبعة هي الأخضر من الشارع الثاني. فذولي كلهم اشغلهم، فصار عندي، صار عندي الشارع الثاني مشتغل تمام، والبقيه فالسبعه صارت هسه اشتغلت. ايش عندي؟ السبعه اللي هي من الشارع الاخضر للشارع الثاني. البقيه شو اسوي؟ اسوي لهم كلهم صفر حتى يطفون. ارجع اسوي نفس الشيء، نفس العمليه، اسوي لهم ديلي 10000 اللي هي 10 ثواني. تقدر تتحكم بيها بكيفك حسب الشارع. الخطوه اللي بعدها شو اسوي؟ اشغل التسعه واطفي الثمانية. يعني شنو معناها؟ معناها الاحمر بالشارع الثالث، الثمانية اللي هي منو؟ الاحمر مال الشارع الثالث التابع. فش اسوي انا؟ اعطي تسعة للشارع المن للاخير، اشغل الاصفر حتى شنو؟ عملية التهيئة، واطفي الاحمر. ايش اسوي لهاي ديلي ثانيتين؟ بعد ايش اسوي؟ اطفي الاحمر اللي بالشارع الثاني، العفو، شغل الاحمر اللي بالشارع الثاني والاحمر اللي بالشارع الاول، دول مشتغلين. شو بقى؟ يبقى عند الشارع الثالث شو اشغل؟ اشغل بيه الاخضر مالته. نفس العملية هسه شو اسوي؟ هم انطيها 10000 ديلي
حتى يكمل على البقيه. هناش عندي هنا سويت ايش؟ قلت له يابا شغل لي الثلاثه اللي هي من هي الثلاثه اللي هي الاصفر مال الشارع الاول. هسه عمليه اللوب راح ترجع شنو من نفسها، تعيد نفسها من البدايه. شغلت الاصفر من الشارع الاول وطفيت الاحمر مالته وشطيته طيته ثانيتين. هسه شو راح يسوي الترافيك؟ راح يرجع وين؟ راح يرجع على اللوب الاول من البدايه. يبدي يشغل، شو يسوي؟ يشغل لي الاخضر بالشارع الاول والشارع البقيه يطفي لي اياهم، وكذلك تستمر عمليه اللوب. اهم فقره انه من نكتب الكودات الارقام معروفها، الاثنين والثلاثه والاربعه هي الشارع الاول، الخمسه وسته والسبعه هي الشارع الثاني، الثمانيه التسعه العشره هي منو؟ الشارع الثالث. ذولي شنو؟ اعطيهم اوتبوت واعرف بيني وبين نفسي، اما اقول الاثنين احمر وابدي ابرمج عليها. انا برمجت انه الاثنين احمر الثلاثه اصفر الاربعه اخضر، وبالتالي بالتسلسل نفسه على بقيه الترافيكات. فانت نفس النظام اشتغله وياي، اتبع نفس الخطوات. اذا تريد تغير او تريد تعرف مثل التجربه السابقه اللي سويناها بالشارعين، تقول انتجر مثلا رقم اثنين اليلو مثلا الاصفر الاول اطيف فلان رقم، او الاحمر الاول اطيف فلان رقم، تقدر بكيفك نفس الشيء. بس هاي سويتها لكم للسهوله، ومكان ما استخدمنا الهاي واللو استخدمنا الواحد والصفر تشغيل واطفاء.